إكستريم أيرونينج واحدة من أغرب الرياضات على الإطلاق، حيث تعتمد على كي الملابس، ويكون على الأشخاص الذين يمارسون هذه الرياضة أن يختاروا أغرب الأماكن الممكنة لكي الملابس، فلا تتعجب عندما تراهم يقومون بذلك فوق قمم الجبال أو في الغابات أو أثناء القفز من المرتفعات الشاهقة أو حتى تحت الماء. ومخترع هذه الرياضة الغريبة هو البريطاني فيل شو، الذي كان يحمل طاولة الكي الخاصة به في ماراثون الركض عام 2012 لكي ملابسه طوال السباق. التزلج على البراكين. كل عام يسافر آلاف المسافرين من المتحمسين إلى جبل كيرد نيغرو بنيكاراغوا من أجل المشاركة في مسابقة التزلج على بركان النشط. يرتدي المتزلجون بدلات خاصة ووسائل حماية من أجل التزلج على الأرض الوعرة للبركان، معتمدين فقط على لوح صغير مصنوع من الخشب المضغوط لبلوغ سرعة 80 كيلومترا في الساعة أثناء الانحدار. وظهرت هذه الرياضة الغريبة عام 2005، وبلغ عدد ممارسيها حتى الآن حوالي 10,000 شخص سنويا. ملاكمة الشطرنج. ربما تكون الرياضة الوحيدة التي تنمي العقل والجسم معا، حيث تتكون من 6 مقابلات سريعة في الشطرنج، وتتخللها جولات من الملاكمة مدة كل منها دقيقتين، ويفوز من يتغلب على خصمه في الشطرنج أو الملاكمة أيهما أسرع. وهي رياضة صعبة جدا، حيث تنخفض المهارة الذهنية اللازمة للشطرنج بعد تلقي عدد من الضربات على الرأس. مسابقة كرة الجبن. منذ ما يزيد عن 200 عام يتجمع الآلاف من البريطانيين على تل كوبر من أجل التدحرج والجري وراء كرة من الجبن في مسابقة كرة الجبن السنوية. في بداية المسابقة يدحرج الحكام كرات الجبن من أعلى التل، ومن ثم يبدأ المتسابقون بمطاردتها، ويجب ألا يقل وزن الواحدة عن 3 كيلوغرامات. وتحدث العديد من الحوادث والإصابات نتيجة الجروح والكسور والكدمات. بولو الدراجة الأحادية. المعروف عن رياضة البولو أنها تمارس على الخيول، ولكن بولو الدراجة الأحادية جعل منها أصعب كثيرا، حيث أنه من الصعب جدا إتقانها، وذلك لأن الحفاظ على التوازن فوق الدراجة وفي نفس الوقت التركيز على قذف الكرة صوب مرمى الخصم لا يمثلان مهمة سهلة لأي شخص. زوربينغ لعبة نشأت في نيوزيلندا، حيث يتدحرج اللاعب داخل كرة كبيرة من البلاستيك بداخل كرة أخرى أكبر، وتعمل كلا الكرتين على حمايته من الصدمات، وهي رياضة ممتعة جدا ولها شعبية كبيرة. حيوان قارض داخل السروال. واحدة من أغرب الرياضات وأكثرها جنونا، حيث يتم وضع حيوان قارض كالفأر أو السنجاب داخل سروال المتسابق وانتظار من سيتحمل العض والخدش من الحيوان لأطول فترة ممكنة. ويحمل الرقم العالمي متسابق يدعى ريغ ميلر، حيث سجل 5 ساعات ونصف من التحمل والحيوان داخل سرواله. باس بول رياضة أخرى غريبة ولكنها ممتعة جدا، وقد تم اختراعها في بلجيكا، وهي مشابهة لكرة الطائرة ولكنها تشمل أيضا كرة القدم والجمباز، حيث يحتوي كل جانب من الملعب على جهاز ترامبولين، مما يسمح للاعبين بالقفز لارتفاعات كبيرة وأداء حركات مبهرة أثناء ضرب الكرة. رياضة شد الأذن. رياضة غريبة ومؤلمة يجري التنافس فيها بلعبة شد الأذن، وهي عبارة عن وضع خيط متين غير قابل للقطع يصل بين أذني المتنافسين اللذين يبدأان بالشد لحين استسلام أحدهما من شدة الألم، وكثيرا من الأحيان ينجم عنها العديد من الجروح العميقة والخطيرة. التنس بدون المضارب. ظهرت هذه الرياضة الغريبة في ماليزيا، وهي تحتاج لمرونة كبيرة من المتبارين وتجمع ما بين التنس وكرة الطائرة، ولا يحق للمتبارين استخدام المضارب لرمي الكرة، بل
كل ما يستطيعون استخدامه هو أقدامهم فقط. رياضة حمل الزوجة. بدأ سباق حمل الزوجة في فنلندا، حيث كان الرجل يحمل زوجته ويقطع مسافات كبيرة يتخطى خلالها الكثير من العقبات ليفوز بزجاجات من الجعة على سبيل الدعابة والتسلية. ولكن الآن أصبح لهذه السباقات منافسات رسمية تقام سنويا بعد انتشارها في أوروبا. رياضة كرة قدم المستنقعات. لعبة قريبة جدا من كرة القدم التقليدية، لكنها تجري في مستنقعات من الوحل يبلغ طولها 60 مترا وعرضها 35 مترا. وكانت تقام هذه المباريات في فنلندا، ثم باتت تمارس في عدد من الدول الأوروبية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.